بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأفاضل، مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي أقوم فيه لصق العقاد للكتان. إذا أحبابي في الله، هذه الحصة إليكم بعض المعلومات عن الألبسة المغربية، خاصة الكتان المغربي. يعتبر الكتان المغربي رمزا من رموز الهوية المغربية، ويصنع من الأثواب الرفيعة، أشهرها ثوب البروكار الفاسي المنسوج يدويا وخصيصا بفاس لأجل خياطة الكتان المغربي، إضافة إلى ثوب المخمل وثوب جوهرة المغربي وأثواب الحرير وغيرها، ويمتد حتى الكاحل، ويتخذ شكل جلابة ذات كمين من غير غطاء، رأس ولا طوق مفتوح من الأمام إما على طوله أو إلى منطقة الحزام. توسطه منسوجات الشفاء والعقاد التي تعتبر من أهم مميزات الكتان المغربي، ويتم تطريزه بأنواع عديدة من الطرز المغربي كطرز النوع الفاسي، وهو طرز تستخدم فيه خيوط الذهب والفضة، وأيضا طرز الرقيم أو الطرز الرباطي، طرز الحساب الفاسي، طرز الطريجة التطوانية، الطرز الشفشاوني، والطرز الزموري. وهو إلى اليوم لباس الحفلات، لا ينازعه في المكانة أي زي آخر. ومن أشهر الكفاتين المغربية نجد كفتان النطع، وهو كفتان مغربي فاخر من ثوب المخمل الأخضر الملكي المطرز بطرز النوع الذهبي، وتلبسه العروس مع المضمة الذهبية والحلي المغربي ليلة الحناء التي تعتبر طقسا من طقوس العرس المغربي، إضافة إلى كفتان الكريب المنسوج من ثوب البروكار الأصفر، والذي يشكل قطع أساسية من لبسة العروس الفاسية أو لبسة الجوهر، وترجع تسميته بالكريب إلى كون ثمنه باهظا ويخرب ميزانية الأسرة. الكفتان المخزاني أو الملكي، وهو الآخر كفتان مغربي يتميز بقوساته العريضة والفضفاضة، وتلعب الأسرة الملكية المغربية دورا هاما في الحفاظ عليه. بينما في شمال المغرب نجد كفتان الحاج عمر الذي تلبسه العروس، خصوصا مع الشدة التطوانية والطنجوية بمنطقة سوست. كفتان أسملال يعتبر أساسا اللبسة السوسية، كما توجد أنواع أخرى من الكفاتين المغربية ككفتان البهجة المصنوع من البروكار بألوان زاهية، والكفتان الرباطي المنسوج من ثوب المخمل البنفسجي الأحمر والأخضر بتطريز ذهبي. I'm in love.
الكتان المغربي لم يقتصر على كونه قطع لباس تقليدي مغربي في خزانة ملابس المغربيات في المناسبات والأعراس، حيث شهدت صناعة الكفتان نموا كبيرا وإقبالا متزايدا بعد قيام المصممين والمصممات المغاربة بإيصاله إلى المحافل الدولية، حيث خطف الأنظار بعاصمة الأنوار والموضة باريس وبأسبوع الموضة بتركيا وبأبوظبي وكذا بروكسل. إذا تربع الكفتان المغربي على عرش أهم ماركات الأزياء في العالم، بل وارتد المشاهير والشخصيات العالمية، الأمر الذي فتح شهية مصممي الأزياء الغربيين أمثال بألمان وإيف سان لوران وجون بول غوتييه وغيرهم من الذين سارعوا إلى إدراج نسخ مطورة منه في كتالوجات أعمالهم، عاكسا حب المغاربة وتقديرهم للجمال وقدرتهم على الحفاظ على إرث تاريخي في مجتمع عايش حقبا وحضارات مختلفة. ويساهم الكفتان المغربي ب16% من صادرات المغرب من الصناعة التقليدية، ويجدر الإشارة إلى أن المغرب يقوم بتنظيم مجموعة من المحافل السنوية للاحتفال بالكفتان المغربي، ومنها مهرجان مراكش للكفتان المغربي، والذي يعد أكبر محفل دولي للكفتان والذي وصل دورته 23، ويحضره مصممي أزياء عالميين ليكتشفوا جديد الكفتان المغربي من صنع الأنامل المغربية. وإلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية الفيديو، أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء ومع فيديو آخر إن شاء الله.